المقام السامي لجلالة السلطان المعظم القادم إلى سدة الحكم في العام 70 و900 وألف غير وجه حياة عمان اجتماعياً واقتصادياً. سلطنة وسلطان أمة وقائد للمؤلف سلطان الحطاب، وقبس من النطق السامي للكاتب إبراهيم الصبحي تستوقف الزوار في معرض مسقط الدولي للكتاب. والحمد لله رب العالمين، من بدأ الحكم إلى الآن ما سمعنا أي حاجة تقدر المواطنين أو غير صالحة للمواطنين، فيقوم بكل ما يعني مثل ما يقول بيقوم بكل اجتهاده وقدراته لبسط الأمن والحب للبلد، والحمد لله الأمور ماشي كل يوم بعد يوم الأمور تتحسن وتتحسن وتتحسن. حتى الآن يعني لو قارنتها مع دول أخرى أمور كثيرة متحسنة، وكل واحد ما أحد يشكي من أي ناحية إذا كان مواطن أو حتى وافد نفس الشيء. كلمات من ذهب قالها الوالد عبد الله الصقري الذي جاء إلى المعرض مخضبا بالنقلة التي تحققت باسم عمان، فتلفته الكتب التي تتحدث عن جلالة السلطان المعظم. مصلح على العرش، كلمات وخطب وفلسفة النهضة وغيرها من الكتب التي تتحدث عن جلالته الذي أرسى خلال 4 عقود دولة يشار لها بالبنان في مختلف الأصعدة. أتمنى أنه خلال السنوات القادمة أن أرى الكثير من الكتب التي تتحدث عن هذه الشخصية التي لعبت دور أساسي في النظام العالم الدولي خلال الـ4 عقود الماضية. كان من أشهر هذه الكتب مصلح على العرش، وأتوقع أنه كان تحدث عن شخصية صاحب الجلالة، وهو بالفعل أنه مصلح على العرش استطاع أن وجوده في الحكم لعقود أن يبني دولة ويرجع عمان ويضعها في مسارها التاريخي والمسارها التراثي والمسارها العالمي الموجود في الساحة الدولية. حري لكل عماني أن يفخر برجل استطاع أن يضع السلطنة في مسارها التاريخي مستلهما ومستندا على الإنسان العماني وحضارته في بناء الدولة الحديثة. شخصية جلالة السلطان المعظم الفذة لا توصف في سطور، فجلالته رجل السلام، فكانت مساهماته بارزة في حلحلة العديد من القضايا على المستوى الدولي. فارس بن جمعة الوهيبي من معرض مسقط الدولي للكتاب.